وهذه المجموعة الحلوة حق العرايس. الحلو في هذه المجموعة أن ريحتها وايد حلوة، فبتتميزين كعروس. فمثلا عندي مقشر الزهور، ريحته وايد حلوة وينظف بلطف. بعد مقشر الزهور، بعد الاستحمام ضروري نرطب البشرة. اخترت زبدة الجسم الطبيعية لأنها تعالج جفاف البشرة. وأكيد عندي بودرة الجسم، ريحتها خطيرة بنات، وايد حلوة. بعد ما تحطين زبدة الجسم تحطين البودرة. سيروم لتطويل وتكثيف الرموش، هذا تحطينه قبل الرقاد. الزيت العطري وهو الأكثر طلبا، بالمسك الأبيض النقي. مناع الأفوكادو المعالج للشعر، تستخدمينه كبلسم، وايد ينعم ويرطب الشعر. اخترت للبشرة بعد سيروم الهيالورونيك أسيد لترطيب وشد البشرة، نتائجه وايد حلوة، وعادي تحطينه قبل الميك اب. هذه المنتجات متوفرة في المتجر وعليها خصم وايد حلو، وألف مبروك لكل عروس. سلامتكم.